طبعا نحن بهذه الوقفة الرمزية نقدم خالص العزاء للشعب المصري عامة ولأسر الشهداء خاصة في أرواح شهدائنا الأبرار الذين بذلوا النفس والنفيس وبذلوا أرواحهم في سبيل الحفاظ على الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هؤلاء الشهداء وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى. أقل من القليل أن احنا نقف ونقول أن احنا مع الجيش ومع الشرطة ومع الوطن، وإحنا حضرتك ما تعرفش الغصة، إنما إن شاء الله مصر منصورة بإذن الله، بإذن الله بأرواح الشهداء اللي قدموها فداء لينا عشان إحنا نعيش. النهاردة الحقيقة أنا مريت على المدرجات كلها، شرحنا لهم الحقيقة، وأنا جاي بكلمهم الطلبة عندهم خلفية تامة وكاملة وزعلانين ودعوا كتير ليهم، حاسين بالشرطة والجيش بيبذلوا مجهودهم، حاطين أرواحهم على كفوفهم وخارجين بيها، وده ما رجعش الجيش ولا الشرطة. ده تعليق الطلبة معايا، إن الشرطة ما ترجعتش خطوة واحدة ولا الجيش رجع خطوة واحدة، كلهم في إصرار تام وكامل على اقتلاع الإرهاب. فالطلبة حاسة بحب وانتماء للجيش والشرطة.